ما انت سلمتيني ليها يا عم؟ وليها مجنونة قتلت كبير الكفر وماشية تقتل في الرجالة وانت سلمت ابنك ليها؟ يا واد لك كانت عايزة تقتلك كانت قتلتك. انا اتكلمت معاها وفهمتها انك من عيلة دي عشان كده هي عايزاك. خدي بنتك وسيبي لنا لوحدنا. انا مش بنتها. خدي البنت دي وسيبينا لوحدنا. يلا 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 يا اختي اطلعي. ايه ده؟ انت اسمعي كلامها وتمشي؟ استنى ما نقف ونسمع هما هيقولوا ايه. ده ابنك برضو. انا مش فاهم حاجه. زي ما سمعت تتجوزني تبقى انت الراجل الوحيد في الكفر، انا وانت بس اللي نخلف ونسلنا هو اللي يحكم الكفر من بعدنا. بس احنا مش من الديابة. احنا اصل الديابة وغصبا عنهم مش بمزاجهم هيعترفوا بينا لما لقونا كبارة الكفر. بس العهد. ماله العهد؟ ماله اللي معاه العهد يجي يحاسبنا. مش معنى انا غريب والقدر جمعنا. في الأول وفي الآخر أنت من الديابة، يعني حكم الكفر مش هيطلع بره عرق العيلة. قلت إيه؟ موافق على الجواز؟ ولا تحب مصيرك يبقى زي باقي رجالة الكفر؟ يبقى مرة ليه يا خالتي؟ ده ابنك كده يبقى كبير البلد. امشي امشي يا مزغودة قدامي. امشي اتقصعي يا اختي اتقصعي اتقصعي يا اخرة صبري. اوف دي كتمة النفس دي يا ربي. بقول لك ايه، وديني عند ستي، انا ما بحبش كده. انا غلطانة انا غلطانة ان ما سبتكيش كانوا خلصوا عليكي زي الباقيين. يعني ايه؟ هم قتلوا سحر؟ يا راجل حرام عليك، البت ما نامتش من امبارح. وبكفايه بقى دمك اللي سايح ده، حتسورق كل ده ولسه ما صدقتش. ما صدقتش يا جمر عشان دي حاجه ما يصدقهاش عقل. اهي قدامك طول الليل بتثبت لنفسك، وبدل ما تضيع وقتك وصحه البت في اللي بتعمله ده، تعالى بقى نقعد نفكر هنعمل ايه في الكنز ده. هنعمل كتير قوي. ادخل سيدي. زينهم ومعاه واحد تاني عايزين يقابلوك يا كبير. سيدك زينهم؟ امشي نجري يقولوا طالعين دلوقتي. حاضر. بقول لك ايه، اوعى تجيبي سيره قدام زينهم عن بركه سحر. سحر؟ ما اسمهاش سحر يا موكوس، اسمه مهيب.